ولك انت ما عندك ذوق؟ ما في ترباية؟ انت بترضى انه اخوك ينحكى معه هيك او اختك تتلطش؟ شو هالترباية هي ببيتك؟ هدينا سالي، هدينا. والله انت شكله فقس مخك، ولا من بهادل عمك جوز امك؟ ما انك مسترجي ترد عليه طبعا، بتجي بدك تتفشش برفقاتك مو هيك؟ بس يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. سامر، انت خسرت ابوك، بس هذا مو ذنبي ولا ذنب رفقاتك لحتى تحكي معاهم هيك. ذوق بقى ايه؟ امشي نديم، امشي. لا بدك تقلب عليك شوي لانه ما بسمح لك تحكي معي بكره. ايدك عنا بعد عنا هيك ولك. برافو والله، فاجأتني، صاير زلمه والله. صاير زلمه. لك اتركوا يكسر ايديك ان شاء الله. لك يا عيب شو عليك؟ بدي تنبه انت؟ لك هي جامعة، ما عم تحترم الجامعة. شو في؟ يخرب بيته. انت مالك طالب اعدادي او ثانوي يصير جامعة، عيب بالك. واحد قليل ترباية. يا عمي هو اللي تعدى علي. لا مو هو اللي تعدى عليك. الولد بربى اكثر منك، بس انت قليل ادب. روح هذا الشاطر فيه، كله مثل بايتي. شوفي شو صار فيه للولد، نزعتيه سبعان. انا مورجيك تصرفاتك كلها مو عاجبتني. شوف سامير، يا بتظبط تصرفاتك يا لا تحيجني تشوف وش التاني، لأنه إذا شفته مو من صالحك هذا الحكي. ما بيكفي أنا عم أصرف عليك وطعميك وشربك ودرسك، ما بيكفي. بس قلي غيابك على الجامعة شو قوله مبرر؟ تقصيرك الدراسي شو قوله مبرر؟ ما عندك جواب. لك حاكيني فهمني. عفيف طول بالك شوي، روح. على شو بدي طول بالي؟ الحكي اللي عم احكي له اياه كانه ابوه عم يحكيه. انا بمقام ابوك اللي مات، وانا مسؤول عنك وعن دراستك وعن كل تصرفاتك. عجبك تقعد بالبيت؟ اهلا وسهلا. ما عجبك؟ حميل حالك وانقلع من البيت. طيب خلص، انا بوعدك انه هو يحسن اخلاقه ويهتم بدراسته اكثر. ضروري بده يهتم باخلاقه. هذا الحكي اللي عم حاكيك يا لمصلحتك، واكيد هذا الحكي ما رح تندم انك سمعته. خلص بدي روق وطول بالك، ومثل ما بدك بصير. لك على شو بدي روق؟ واحد مستهتر بتفاصيل حياته كلها، لك باكله بشربه بدراسته. واحد قليل أدب. يا عمي بس فهمني أنا بشو غلطت معك؟ محلاك تغلط، غلط وشوف، غلط وشوف شو بده يصير فيك. شوف، ولا بدي حكيك كلمتين، يا بتلتزم بقواعد البيت يا بتحمل حالك وبتنقلع. قبرت طول بالك مش مهم، في سعير شوي. لك العمى شو ظالم؟ إيه ما في بقلبه لا رحمة ولا شفقة، شلون مستحمله ما بعرف. لك سامي، آخ يا وليد، الجبل اللي كنت مستند عليه راح، راحت الحنية وراح الصب الحنون. قسما بالله العظيم لما إجاني خبر وفاته وغرقت السفينة هو بشغله ومات، سودت الدنيا بحياتي. الله يرحمه، دعي له بالرحمة سامي، دعي له بالرحمة. الله يرحم. بس الله وكيلك يا وليد، اشتقت له، كان الأب الحقيقي والسند. سامي، أنت بتعرف إنه أنا مثل أخوك وسندك وقت تميل فيك الحياة. شو رأيك تضب أغراضك وتجي تسكن عندي؟ وصدر البيت إلك والعتبة إلي. أصيل يا وليد، والله إنك أصيل. بس أنا اللي كاسر ظهري إبني. أمي المسكينة اللي شخصيتها ضعيفة وما بتسترجي تحكي قدامه كلمة. سامر حبيبي، عمك عفيف بحبك وبده مصلحتك. بعدين بيني وبينك الكلام عم بيقوله يعني في وجهة نظر، كله مزبوط. أنت لازم بقى تعتبره بمقام أبوك. أمي هذا ما بيتشبه بأبي. بعدين أبي كان حنون علي،
مو مثل هذا اللي عم يعاملني بقسوه وبهدلني على الطالعه وعلى النازله. بعدين انت عم تتفرجي وما عم تسترجي تحكي معه كلمه. هلا انت فيك تعمل شيء تخليه يغير معاملته معك. كيف هيك بقى فهميني؟ يعني حبيبي اهتم بحالك، اهتم بدراستك، اهتم بجامعتك، لك اهتم بمستقبلك شوي. شو يا افلاطون زمانك؟ قاعد ومريح كانه ما في شيء. شوفي ما شاء الله شو هالمسامية الحلوة اللي عم تصني عنا، شي بياخد العقل، شي بيسود الوش. الله يسود وشك. ليك أنا ساكت عنك لتخلص الامتحانات، بس أقسم بالله العظيم هي قدام أمك إذا بترسب هالسنة بالبيت مالك عادي. سمعان؟ بس أنت روق ما في بس. روعي اعملي ليك شي بيتغدى، خلينا نتغدى أحسن من هالعلاقة المصدي. لك كرهت حياتي يا وليد، كل يوم مشاكل، كل يوم مشاكل، ببهدل فيني على الطلع وعلى النازلة صبح ومساء. يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي اقول لك، شلون متحمله ما بعرف. والله الله وكيلك يا وليد، ما ضل حدا ما ظلمنا. أمي وعمي عفيف. لك حتى البنت اللي بحبها وقفت ضدي. طنش سامي، طنش، بس اللي أنا كم مرة قلت لك جيب أغراضها وتعال سكون عندي، وترك هالقوبة كلياتها. منعيش عراحتنا، منطلع منفوت، ما حدا بيسألنا وين انتو، بس انت عنيد وراسك يابس. المشكلة يا وليد الامتحان ما بقيله غير كم يوم. أخي الامتحان لا تاكل همه، الامتحان عندي، انت بس روق لي حالك وانسى الأمور كلها، لا تحط ببالك. تعال شرب. لابسة مراق. يا ابي شلون طلعت بالرياضيات؟ والله يا ابي باخذ 100%، بس لا استاذ ناقصني، استاذ الله يوفقك يا ابي، جيب لي، جبنا لك استاذ، دم قلبي دفعت لك يا الله، لا يوفقك بالاخير بالرياضيات. لك ما بكفي عم تعميك وشرب وطعميك ودير بالي عليك وعم تعمل فيني هيك، خجلتني قدام العالم بالمدرسه ما خليت فيك. شو عم ساوي لك انا؟ شو عم ساوي لك؟ قلتك شو عم ساوي نفسك؟ ما ايدك عنه. ها منو انت؟ بعد انت لك تعال اقول لك كمل كلمه. بعد شو نايمه خانم؟ تعي تفرجي منك شو صار فيه؟ من تربايتي هيك لعاطلي؟ شو في وين صار؟ بالسجن. لك رسب بالدراسة، خريج حبوس. هذا من مين؟ من مين يعني؟ منك، منك انت ومن قلة تربايتك. لا سيدي مو مني. لك من مين؟ منك انت، من معاملتك لإله، من استهتارك فيه، من تقليعك لإله كل شوي والتانية. الولد ما حس بالأمان بهذا البيت، كل شوي عم تقلعه، كل شوي عم تقول له فاشل، كل شوي عم تسبه وتبهدله. منين بده يطلع منيح؟ منين بده يهتم بدراسته؟ منين ما بده يطلع خريج حبوس؟ وبعدين وبعدين بهي المعاملة بعدين؟ لك المشكلة أنا بعرف إنك أنت بتحبه وبعرف كل شيء عم تعمله ومن حرصك وخوفك عليه، بس مو صح، الطريقة غلط، ما بيصير كل شوي بتاني تقلعه. هذا الولد بحاجة لحدا يناقشه، ياخذ ويعطي معه، لك يعرف شو وجعه، يعرف شو مشاكله. أنا بعرف إنه أنت بتعامله كأنك أبوه، بس مو هيك، مو هيك، هو بحاجتك كثير. تقبرني يا عفيف مشان الله، هدي عليه شوي، بطول بالك واعتبره ابنك. تقبرني، طالعه من السجن، الله يخليك، الله يوفقك. انا مالي غيره بهي الدنيا، وانت بتعرف هذا الحكي كثير منيح. كرمالي